عرس أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وزوجته الشيخة موزة بنت ناصر على دعم ومساندة المغرب خلال مباراتها أمام نظيرتها الكرواتية يوم الأربعاء. وانتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي للشيخ حمد بن خليفة وزوجته الشيخة موزة وهم يرفعان علم المغرب في مدرجات استاد البيت بمدينة الخور أثناء المباراة دعما لمنتخب أسود الأطلس. وتعادل المنتخب المغربي من دون أهداف مع نظيره الكرواتي. شكرا للاستضافة.